ان شاء الله طيبين، ان شاء الله سالمين يا رب. حلقه جديده الشوق والريد، هنكون مع بعض بصحبه ضيوفي وصحبه الفرقه الموسيقيه الجميله في مواصله الحديث حول العبقري ابراهيم الكاشف. لحتى لسه في فلكه وفي ابداعاته. ابراهيم الكاشف كل مره انا اقول نفس الكلام في كل حلقه حتى يرسخ في اذهان الناس، يعني القدرة العالية على إضافة وابتكار ألحان جديدة كان في وقتها من الصعوبة ومن مكان إنها تكون بهذا الشكل، باعتبار الذاكرة السمعية حتى للراحل إبراهيم الكاشف. الأغنية الخفيفة والأغنية الراقصة اللي هي برضو دي دائرة برضو قدرات لحنية عالية من الملحن، وطالما هي راقصة يجب أن ترقص يعني بالضرورة. التيمات اللي في الغنية دخلت اللي هنغنيها في حلقتنا دي في عوالم راقصة بشكل مدهش، مش للسودان بس، وتغنوا بها حتى أجانب يعني هذه الأغنية، وده بيعني عالميتها، وبيعني بأنها ممكن تلامس وجدان شخص آخر في جغرافيا أخرى. أسمر جميل، أو أغنية أسمر جميل. أسمر جميل واحدة من الأغنيات اللي جمعت ما بين الراحل المقيم إبراهيم الكاشف والشاعر الجميل عبد المنعم عبد الحي. وعبد المنعم عبد الحي، وما أدراك ما عبد المنعم عبد الحي، هو شخصية سودانية طبعا ضاربة في جذور التاريخ السودان. هو دينكاوي من جنوب السودان، لكن نشأ في الخرطوم ودرس كل مراحله بالخرطوم بطبيعة الحال. عبد المنعم عبد الحي ممكن نحس بعشوائية في نوع الكلمات اللي بديها لأي فنان، يعني مثلا أسمر دليل دي واحدة من الأغنيات بتاعت عبد المنعم عبد الحي، لكن هو برضو أدى مثلا سيد خليفة المنبو السوداني اللي هو تقريبا 90% من الوطن العربي بيتغنى بهذه الأغنية. دع عبد المنعم عبد الحي احتمال لأنه هو اشتغل في الجيش المصري، فكان تأثير الجملة عليه واضح من خلال النصوص اللي بتتكتب يعني بالنسبة لجل الفنانين. مدرسة العباسية هي كان مدرسة هو كان بينتمي ليها. في كلام كثير جدا حنقوله، لكن جزء منه حيقوله ضيفي الموجود معي في الاستوديو، ذكرياته إذاعة ركن السودان في القاهرة وكل المعلومات دي حنقوله. أستاذ فؤاد عمر ومشاركته في حياة عبد المنعم عبد الحي بشكل عام، وكتابة مذكرات الشاعر عبد المنعم عبد الحي اللي سجلت الإذاعة. خلوني أرحب بضيفي الجميل الموسيقار خالد. مساء الخير عليك. مساء النور محمد، ومساء النور على مشاهدي القناة الشروق والشعب السوداني الكريم. تسلم يا رب. عماد كيف أحوالك؟ تمام؟ تمام الله الحمد لله. كيف يومك الليلة؟ والله مشى برضو تاني الليلة الكهرباء قطعت. الله قصتك مع الكهرباء دي عجيبة خلاص. أستاذنا خالد، أسمر جميل وما أدراك ما أسمر جميل، أنا عملت فزلكة تاريخية وحاولت أعمل فزلكة تاريخية عن الشاعر عبد المنعم عبد الحي. معلومات مهمة جدا مفترض تتقال عنه، هذا الشاعر السوداني الأصيل يعني، واللي هو أرفت سودانيين أو أرفت فنانين سودانيين كبار بأشعار تميزه عندها طعمه. نعم، أنت عارف يا أستاذ محمد، حقه نجيب حاجة تاريخية الآن حدثت قبل فترة بسيطة ونربطها بالتاريخ القديم ذاته. قبل فترة كان في تصريح لدار أوبرا المصرية بتحدث عن هوية الأغنية السودانية، وتم استبعاد مشاركة السودان في المهرجان وطور الأغنية العربية. صحيح، وعمل إشكال حلمي بكر كان واحد من الناس شاركوا في المسألة دي بشكل عجيب يعني. أنا أشرت للكلام ده عشان أنت قبل شوية تفضلت وتكلمت عن الشاعر الراحل عبد المنعم عبد الحي، وهو كان مقيم أصلا في أم الدنيا مصر، وكثير من الفنانين السودانيين كانوا يزوروا القاهرة بحثا عن الكلمات من عبد المنعم عبد الحي. المنبو السوداني، ابن عشك يا جماري، ايضا من كلمات عبد المنعم عبد الحي. نحن حنربطها بالكاشف ونشوف تاثير مدى تاثير المفردة الجزلة والنقية يعني المقدمة عبد المنعم عبد الحي. قدم ايضا لحمد الريح بين اليغزة والاحلام،
واحمد المصطفى تغنى بفارق لا تلم. شوف الافكار اللحنيه مختلفه كيف، او الافكار النصيه بتاعت النصوص الشعريه. وانا مدرمان تامل في ربوعي ايضا عبد المنعم عبد الحي، ولكن الكاشف لما تعامل مع عبد المنعم عبد الحي شال منه اسمر جميل، واسمر جميل كانت تعبير في وقته. الايقاعات المستخدمه في المرحله في الوقت ده كانت هي الايقاعات السالسة الريجل زي الهورس الهسي حنسمع عليه في العشره بلدي طبعا بتبع العشره بلدي طوالت الحال برضو نفس الشيء. لكن اهم ما عمله وقام به الكاشف انه رجع بالاغنيه السودانيه في مؤلفاته الموسيقيه للجماعيه في الغناء. والكورس لاحظ أسمر جميل عاجبني لونه كحل سواد الليل عيونه. في ترديد من الأوركسترا أو من الجمهور المستمع. الآن لما تستمع للأغنية تشعر بأنك أنت عاوز تغني مع الفنان. ودي طبيعة الغناء السوداني. كل البيئات السودانية معتمدة على السؤال والجواب من المغني اللي بيقول المفردة الجملة الصوتية الواحدة الصولو ويرد عليه الناس بالمذهب الثاني في الغناء. الكاشف في أسمر جميل استخدم منطقة بتاع التفاعل ونمو لحني. طبعا الأغنية السودانية على غرار السلالم الموسيقية الغربية بتبدأ بالمقدمة اللحنية منطقة التفاعل والنمو، وبعد ذاك النهاية بتاعت الأغنية. اللحن الدائري في أسمر جميل هو يحمل أكثر من منطقة بتاعت تفاعل ونمو لحني. وبالتالي اعتمد مرة أخرى الكاشف على الأدائية العالية الممكن صاحب الصوت إنه يؤدي أغنية أسمر جميل. أشرت قبل شوية برضو لأنه كثير من الأجانب اتناولوا أغنية صحيح أسمر جميل. السؤال البسيط بيطرح نفسه ليه بالذات أسمر جميل؟ هذه الأغنية بالضبط معنى يعني. الآن هذه الأغنية أستاذ عماد حيغنيها في سكيل يعني سلم. لو حولنا السلم من السلم ده ذاته اللي ناقص 3-4 درجات بيبقى صوت بتاع آلتو بتاع نساء. وهي طبقة صوت نسائية اسمها الآلتو، وبعد ذاك النساء ما عندهم الآلتو والميدو سوبران والسوبران. تصبح طبقة آلتو، وبالتالي تصبح المرأة قادرة على أنها تغني أسمر جميل عاجبني لونه بنفس السلاسة ولا تشعر بأنه في فريق في الأدائية. وفعلا كل الأجنبيات تحديدا تغنوا بها أجنبيات. نعم يعني نعم. أغلب النساء. نعم صحيح كلامك. أسمر جميل شالت الأغنية السودانية رجعتها للدائرية اللحن الدائري، ولكن بالتفاعل بتاع منطقة تفاعل ونمو لحني في أكثر من منطقة بتاع تفاعل ونحن في الأغنية. أجمل ما في الأغنية أيضا هي السكتات الموسيقية اللي قاعد استعملها المؤدين. الآن أضافوا ليها حلية وهي الحلية الجديدة، أن الحليات والزخارف هي طريقة موسيقية للتدوين يعني. نعم. إنك تضيف بعض الضربات الإيقاعية في غير محلها أو في محلها ولكن باستخدام النبرة القوي فيها مسميها السكتات الموسيقية. نعم. والسكتات عادة ما تكون هي منطقة بتاعت صمت في الموسيقى اللي بسموه إس. الإس. نعم. نعم. الآن الشباب يتعامل مع أغنية أسمر جميل بإضافة السكتات في آخر الكوبليه وكذا، ولكن يعود الكاشف بالأدائية الجماعية. نعم. تصبح الأغنية جماعية يغنوها الناس كلهم مع بعض. المغني لما يغني أسمر جميل لو ما غنى يسمع الناس كلها تغني. نعم. طيب اللطشة العربية دي هل ده عنده علاقة بتكوين عبد المنعم عبد الحي والجيش المصري؟ بتحس بأنه في لطشة ما لطشة عربية يعني المنبو السوداني واضحة طبعا. طبعا. وبرضو غنى بها الشرق الأوسط. نعم. كله يعني. نعم صحيح. وكذلك أسمر جميل. ممكن أسمر. نرجع ده لنشأة عبد المنعم عبد الحي أو حياته في الجيش المصري. هو المفردة النصية طبعا فرضت الواقع على الكاشف. نعم. وما ننسى برضو الكاشف كان زياراته متعددة كثير للقاهرة برضو. نعم. وتأثر كذلك بالأنماط بتاعت الموسيقى العربية، ولكن ما حاول يقلد الكاشف. نعم. ولكن في بعض المؤلفات الموسيقية الثانية حنستمع لها إن شاء الله عبر البرنامج، الكاشف يستلف بعض الجمل الموسيقية اللي هي شبيهة بالعربية، هي ما مقام. لأنه نحن لا نستطيع عبر آلة الأكورديون الخماسية إنه نعزف ربع التون اللي هو في ميزة المقام يعني كده. لكن المميز في الموضوع إنه الكاشف في نفس التاريخ يستخدم نفس الإيقاعات المستخدمة في التلحين في الوقت نفسه. نعم. وبالتالي كانت هي الروح السائدة لعمليات التلحين في وقتها. نعم. وكانت تعتمد أيضا برضو على أنه الجمهور يشارك معك بالأداء الجماعي. الأغنية السودانية كذلك هي من الأغنيات المشهورة بأنه هي الترديد فيها هو الأجمل في الغناء السوداني. ممتاز جدا. نعم. إماد وأسمر جميل عجيب. أسمر جميل عجيب ملونه أغنية خفيفة راقصة. والله شوف يا أحمد، تعرف زي ما قلنا قبل الكاشف عنده تشكيلة بشيل من أي بستان زهرة، عشان كده بتجي تلقى الألحان بتاعته متباينة في بتاع ما تسمع كده بدي أغنية الكاشف التنوع. ما بالشابه ولكن الإحساس. أيوة. بالضبط. فأنا ده رجع للموضوع بتاع قبل
مهرجان الأغنية العربية، وإنه ده ما موضوعنا. لكن أنا بفتكر إنه كلنا إحنا كسودانيين عندنا القصة بتاعت إنه العرب ما بنتجه دائما لمصر، وهنا أنا ما أعرف ليه على حاجة دي. ليه يعني إحنا ما تشاد بتسمعنا أثيوبيا، بتسمعنا الكاميرون، نيجيريا بتاع، صحيح. ليه إحنا صحيح عليه ساكنة ما داير يسمعونا، ما دايرين هم بطريقتهم، إحنا بنوصل هنا للناس دايرين. ده باختصار كده اللي صحيح. وطبعا الناس دايما بتنطعت في إنه ما شاركنا، وما نشارك ما هو إشكال يعني. طبعا ده موضوع طويل عريض. موضوع طويل جدا. هاي لكن مزعجنا عشان كده خشيت. لا كويس إنت تمارين الفنان ونشوف بعين الفنان. كلنا زعلنا إنت جاي شنو بالذات لما حلمي بكري قال الكلام ده. أيوة وخلي إن شاء الله يكون حاضر الحلقة ذاته عشان تاني ما يتطور على السلوك الخماسي بالسهولة دي. الهند والصين كلها بتغني بيه يعني ثلاث أربع سكان الكرة الأرضية بغني. نعم نعم. بالخماسي أسمر جميل عجيب من لونه. أسمر جميل رح. في سماه أسمر جميل فوق في سماه كل القلوب ترغب ضياه كل القلوب ترغب ضياه سهم اللي حاسى عذر ماه صاب القضيب سال الدماه وين يا سمر الهريد واسمر عاد النخيل ما ضبن ثمه عاد النخيل ما ضبن ثمه اسمر جميل ما حل عمره اسم العليل استحلى جمره شرع الغرام طايل يمره وين يا سمر تعال يا سمر الفريد واسمر اسمر جميل فتان بريده كل الخلوق تجمل نريده إن التلال يا ناس بجيده عقد القلوب منظوم فيه وين يا سمر تعال يا سمر الفريد أسمر جميل بادي الوسامة هو الجمال وجه ابتسامة هو الجمال وجه ابتسامة فوق الخدين عجبان شامة من العيون الله السلام وين يا سمر يا اسمر الفريد واسمر اسمر جميل بادي الوسامة اسمر جميل بادي الوسامة جمال وجه ابتسامة هو الجمال وجه ابتسامة فوق الخدين عجباني شامة من العيون الله
السلامة سلامة يا سمير تعال يا سمير الفريد وسمير أسمر جميل بعد الوسامة هو الدمع الوجه ابتسامة هو الدمع الوجه ابتسامة فوق الخدود عجبان شامة من العيون الله السلامة سلامة يا سمر تعال يا سمر أي تعال يا سمر البريد واسمر تعال يا سمر تعال يا سمر البريد واسمر البريد واسمر أي تعال يا سمر الشوق والريد تسلموا يديكم العافية يا سمر جميل يظل طعام سوداني يعني هسه أنا متأكد لكل المشاهدين اللي بيحضروا في الحلقة الآن وسمعوها بيكون في جيل أو في بعض الناس سمعوها من أجنبي آخر في مكان تاني والخصوصية السمر صحيح أيوة شو حكي يظل الطعم يظل الطعم طعم لأنه ممكن يجي دول يقول والله الكاشف خرب غنية فلانة حقيقة يعني وفلانة عمرها 19 سنة بتغني فيها هسه بس بشكل مبهر يعني والله بجد الكلام ده قاعد يحصل عادي لأنه التوثيق ضعيف لأنه ما قاعدين نتكلم عن حقنا ده بالشكل المناسب والمطلوب ونعرضه للناس الحلقة دي إن شاء الله حتشير لأي زول تاني يقدر يغني للكاشف شكرا يا خالد شكرا تسلم شكرا عماد شكرا أستاذ محمد يديكم العافية تسلموا في كل مكان على حسن المشاهدة شو قريت بكرة خليكم قاعدين Thank you.